ما زالت الخلاف بين الفنان خالد سليم ومنتج فيلم كارد ميموري محمود فليفل قائمة بعدما رفض سليم ما قام به المنتج فليفل من استغلال حلقة صورها سليم معه في مسلسل قضية اكس. وبعد تعثرات مالية واجهت المنتج في تنفيذ المسلسل قام بتحويله لفيلم سينمائي مما اغضب سليم رافضا ذلك لانه غير المنصوص عليه في التعاقد بينهما، إضافة إلى الفروق الكثيرة ما بين فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني، الأمر الذي دفع خالد لرفع دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم ورفض كل محاولات الصلح مع الشركة المنتجة. أنا القاضي، هبقى نائب عزرائيل. الملفين دول فيهم قضيتين تم الحكم فيهم. صاحبي كان معايا في رحلة وقتل مراتي ومراته. قبل ما تتكلم أي كلمة تاخد بالك إن أنت قاعد قدام النائب العام. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة بدأت معاه بشيكات بدون رصيد وسمسرة في عربيات، اكتشف بعد كده انها مسروقة. الخنجر ده علشانك انت. وكان سايب معاك اي اوراق او البنت دي فلسطينية، وانت لو اتجوزتها يبقى كده بتقضي على مستقبلك.